كان سؤالي قبل الفاصل، نساعد ازاي المستثمر ده انه ما يتعرضش لكل الاجراءات اللي ممكن تبقى مربكه ومخيفه وتخليه يفكر 1000 مره قبل ما يدخل على طلب مشروع او مساعدتكم؟ بص يا هول لحضرتك حاجه. نمره واحد، لازم ندرك ان اللي بيشتغل عمل حر لازم يبقى ريسك تيكر. يعني ايه؟ يعني عنده استعداد للمخاطره وعنده استعداد. ده بيزنس، احنا ما بنتكلمش في وظيفه اخر الشهر بتاخد رقم وانا عايز اضمن حياتي بالطريقه دي، لا. فاذا النهارده نمره واحد لازم يبقى فيه هذه الصفه، صفه انه يحسب، بيسموه كالكوليتد ريسك، يعني ريسك ولكن محسوب. طيب يعمل ايه؟ واحد، يقرر هو هيعمل ايه؟ ايه المنتج اللي هيعمله؟ انت لو نزلت السوق النهارده حضرتك في اي مجال من المجالات هتلاقي معظم اللي موجود على الارفف هي منتجات مستورده. طب المنتجات دي بدات تقل، ده واقع الامر، وممكن جدا نظرا لان في اجراءات اخرى تمت، زي مثلا ان لازم الشركه اللي بتصدر لمصر مسجله، والا هتجيبي اي حاجه بقى زي ما كان بيحصل، لا مش هتيجي الحاجات دي بعد كده. فاذا هيحصل عندك نقص في هذه الاشياء. طيب انت حددت اللي انت عايز تفكر تعمله، يعني مثلا وليكن مثال، مثلا فني كهرباء جه قال لك والله بص احنا، وده حصل يعني على فكره، احنا بنستورد شواحن الموبايل. قال لك لا، طب ما انا هجيب السلك واجيب الراس هنا والجاك هنا وابدا اجمعهم بتاع ونجح وعمل هذا الكلام. اذا النهارده انت ممكن تنزل وتشوف ايه اللي موجود، ايه اللي ناقص، ايه اللي موجود في السوق وحصل فيه شورت. طيب هتيجي تقول بعديها ايه؟ طب اعمل ايه بعد كده؟ عرفت، حددت كل حاجه وتواصلت مع الجهة المصنعة للماكينات اللي هي الصين عادة يعني. بعد كده كون شركة. انت ممكن بالاختيار، مجرد انك هتروح النهاردة كفرد تنزل هاي العمل الاستثمار، هتعمل شركة، وده القانون الجديد بيسمح لك بهذا الكلام، بقى عندك شركة. طيب هتبيع لمين؟ ما هو النقطة برضو اللي عايزين نقولها عشان ما يخشش كده وينزل يلاقي منتج ويجيب المكنة. ايه؟ كيف يصل المستهدف بتاعه؟ بالظبط كده. عندك في حاجه اسمها الغرف التجاريه، الغرف التجاريه دي بتشمل او جواها كل مستوردي. انت ممكن تنزل الغرف التجاريه تقول لهم والله يا اخوانا مين اللي بيستورد كذا، اي اللي انت اخترته. هيجي لك لسته ب 10، هتكلمهم. بص اقول لك حاجه، انا رحت استثمرت في دوله افريقيه، الكلام ده من 15 سنه. اول حاجه عملتها نزلت مشيت في الشارع هناك وشفت الناس دي بتشتري ايه وبتعمل ايه بالظبط، وفعلا عملت مصنع واثنين بهذه الطريقه. فاللي عايز تقوله، طب انت مصري ومقيم في مصر وتعلم جيدا الناس بتاخد ايه وبتلبس ايه وتشتري ايه، انتوا عندكم في في الصفحات بتاعتكم ومن خلال الاماكن الخاصه بيكم بعض المشاريع بدراسه الجدوى شيء طبيعي، مش كده يا باشمهندس؟ حضرتك بص، النهارده ما بقاش الموضوع صعب. النهارده ما بقاش في حد ما يعرفش يستعمل الكمبيوتر، ما بقاش في حد النهارده ما يقدرش يخش. انا وانت كتبت لو قعدت النهارده كيف يتم تصنيع كذا، هيجي لك الكلام ده. النقطه كلها عمل مناطق صناعيه بيسهل الفكره دي، بيسهل ان انا ابقى قادر ان انا اعمل ده، ولا شيء طبيعي وجود مناطق صناعيه. بس خدي بالك برضه، انا عايز اقول لك حاجه، وجود منطقه صناعيه محتاجه واحد يكون بدا او يكون يعني بدا ينتج شويه. مش عايزين النهارده يخش ويروح يأجر او يروح يشتري، خدت بالك، ويحط كل الفلوس اللي معاه في حاجه زي كده، لا. يبدأ بداية بسيطه صغيره، يبدأ بداية بسيطه صغيره هو واثنين ثلاثه اصحابه يفكروا يعملوا مشروع كذا. ينزل يشوف مين اللي بيستورد هذا الكلام. الكلام ده على فكره ما هواش ضرب من دروب المستحيل، بالعكس، اي واحد النهارده عنده النيه وعنده الجرأة هيعمل اللي انا بقول عليه دوت. ايه اكتر المشاكل اللي ممكن تقابل اللي عايز يعمل مشروع يا باشمهندس وانت قادر انك تذللها له؟ هقولها لك قولا واحدا دلوقتي، كان في مشاكل فعلا كانت تعيق اي حد، دي حقيقه. النهارده بعد ما بقول لحضرتك مصائب عند قوم فوائده زي ما بيقولوا كده، هو قفل الاستيراد طبعا. وقفل الاستيراد ده تم بغير ارادتك بالمناسبه، يعني تم نتيجة. خلينا نقول احنا ممكن نستغل المحنة دي انها تبقى منحة. بالظبط كده، بالظبط كده.